تم الاتفاق بالإجماع على وثيقة قدمت ورفعت كمشروع وثيقة تم الموافقة عليها بالإجماع، بالإضافة إلى بعض البيانات عن بعض الأمور الخاصة. أنا أعتقد هذا المؤتمر والاجتماع كان في غاية الأهمية لعدة أسباب. السبب الأول أهمية الموضوع الذي نناقشه اليوم وهو الإرهاب، إضافة إلى وجوب الاجتماع والتحدث بخصوص قضايا في غاية الأهمية، ودعوة السيدة جابرييلا بارون رئيس الاتحاد البرلماني الدولي للحضور وإلقاء كلمة والالتقاء بالرؤساء العرب، وسيساعد بالتأكيد على تبني القضايا العربية في المحافل الدولية.